تواعدت الكاتبة والفنانة التشكيلية الكويتية وداد عبد الله المطوع كل من أساء إليها وشتمها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا برفع قضايا أمام المحاكم في حال عدم تراجعهم عن هذه التعليقات المسيئة وحذفها في أسرع وقت بالتزامن مع إعلانها عقد قراني على رجل أعمال مصري. وقالت الفنانة التشكيلية في مقطع فيديو إنها تعرضت لشتائم وسب بشكل كبير من عدد من متابعيها عقب إعلانها زواجها من رجل أعمال مصري يدعى هيثم إمام، مبدية استغرابها من حجم الشتائم التي تلقتها بعد إعلان زواجها من رجل غير كويتي. وطالبت المطوع كل من شتمها بحذف العبارات المسيئة قبل أن تباشر تحريك القضايا ضدهم بسببها، مقدمة في ذات الوقت الشكر لكل من هنأها في زواجها. وكانت المطوع قد تلقت بعض الانتقادات عقب كشف عن جنسية زوجها، حيث لامها البعض بسبب تركها لأبناء بلدها وزواجها من غريب، فضلا عن تطرق البعض إلى أن زواجها سيحرم أبنائها في المستقبل من الجنسية الكويتية. ورغم الانتقادات التي لاقتها لاقترانها برجل مصري، إلا أنها لاقت كما هائلا من المباركات والتهاني من مواطنيها الذين طالبوها بعدم الانشغال بالآراء والانتقادات التي تعرضت لها والتي وصفوها بالعنصرية والمريضة. وتعتبر الكاتبة المطوع من المشاهير النشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم، حيث تشارك متابعيها بنقاش عدد من المواضيع الاجتماعية فضلا عن مواضيع تتعلق بارتداء الحجاب والدعوة إلى الاحتشام باللباس. رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال، تم بحمد الله تعالى زواجي على زواجي أنا وداد عبد الله المطوع القناعي على رجل الأعمال المصري السيد هيثم إمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في زواجنا ويسعدنا ويوفقنا ويكافينا الحسد والعين والشر وكل مكروه. أنا نزلت بوست في الانستغرام أن أنا تم بحمد الله اللهم لك الحمد أن أنا تزوجت. كمية السب والشتايم والإهانات والكلام الغير لائق بطريقة فظيعة عندي، فأنا أقول حق الناس اللي يشتموني واللي غلطوا فيني، أعطيكم فرصة أنكم تمسحون هذه السب وتمسحون الشتايم وتمسحون هذه الكلمات قبل ما أرفع عليكم قضايا لو سمحتوا. وبالنسبة اللي باركوا لي أنت فوق راسي مشكورين، اللي يحبني أعرفه واللي ما يحبني أيضا أعرفه، واللي يتابعني ومقهور أعرفه. تسلمون وبارك الله فيكم وألف شكر.